بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الولاية لتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايته في الدنيا والآخرة إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد
أحسنتم طيبا.